الربيعي ومسعفي الهلال الأحمر الجزائري لولاية زيوزو لكي يكرموا على ما قدموه أثناء الكارثة أو النكبة التي أصابت ولاية زيوزو. على كل هذا الهلال الأحمر الجزائري نقولها صراحة تعثر لولاية زيوزو. On nous a mis un croche-pied. اليوم بما أن هناك السيدة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري التي باسم متطوعي وباسم رؤساء اللجان المحلية نشكرها، لأن هذا اليوم أنا نسميه رد الاعتبار، رد الاعتبار لمتطوعي ولاية زيوزو. السيدة الدكتورة حملاوي، قد حرمنا في شهر رمضان الماضي من حصة ولاية زيوزو، اليوم الحمد لله يا ربي رجعت عنها. وأيضا السيدة حملاوي جاءت بإعانات كراسي متحركة ومئة طرد غذائي، اليوم نوزع عينة ونطلب من رؤساء اللجان المحلية أن يتقدموا ابتداء من يوم الاثنين إلى لو سياج دو كوميتي لوكال دو ماكودا pour récupérer leur quota. ما نطولش عليكم، دونك maintenant si vous permettez نطلب حاجة. الهلال الأحمر الجزائري لولاية زيوزو نطلب منكم من السلطات المحلية السيد الوالي والسيدة الرئيسة، أولا ما عندناش مقر، هذا ما نطلبه، المقر وفقط. ميرسي ويعطيكم الصحة. Je suis pas très protocole. اعتقد ان الهلال الاحمر الجزائري هو عمل ميداني اكثر من اي شيء، وكي نقولوا عمل ميداني ما كانش اكثر من تيزي وزو ومتطوعي ولايه تيزي وزو بالشيء اللي قدموه في الحرائق في الصائفه الفائته، وحتى اللي قدموه من قبل اللي يكون اللي هما رمز حقيقي للعمل الميداني للعمل التطوعي ورمز حقيقي للهلال الاحمر الجزائري، بما انه اهم ركن عندنا واهم مهمه اساسيه للهلال الاحمر في العالم وليس الهلال الاحمر الجزائري فقط هو الاغاثه والاسعافات الاوليه والوقوف الى جانب السلطات المحلية في الكوارث وفي النكبات. قال الأستاذ رشيد إبراهو اليوم هو يوم رد اعتبار، هو اليوم حقيقة هو شيء قليل بالنسبة لما قدموه متطوعي الهلال الأحمر الجزائري في المحنة التي مرت بها الجزائر. أولا الوحدة الوطنية الكبيرة، التلاحم، كذلك زرت الكثير من المكاتب الولائية اللي مازالهم يأكدوا على وقوفهم إلى جانب المكتب الولائي وإلى جانب ولاية تيزي وزو، لأن العمل مازال كبير والعمل الأمام، لأن العائلات مازالها تعاني اليوم ومازال لازم الهلال الأحمر الجزائري يقف معاهم، لأنه حتى إذا الجروح التأمت هناك جروح لم تلتئم بعد وهي جروح نفسية عميقة جدا، يجب أن نواصل العمل معهم، يجب أن نساعدهم كذلك في بناء بيوتهم في أيضا ليزيكيبمون تاع البيوت تاعهم، وهناك عمل كبير أيضا بالنسبة للمرضى بالنسبة لأطفال التوحد. لذلك اليوم أنا جيت للم الشمل أولا، لأنه يعود الهلال الأحمر تاع تيزي وزو إلى البيت الأصلي إلى بيت الهلال الأحمر الجزائري ككل. اليوم ما كانش خلافات، ما كانش نزاعات، ما كانش مشاكل بين الولايات وبين لو سياج ناسيونال. لو سياج ناسيونال سي لا مامون، حتى إذا غلطوا في أي ولاية لا مامون دوا ريكونسيلي بين ولادها، وجامي لا تشد الحقد ولا الغل بالنسبة لبعض الأخطاء اللي تكون ارتكبت في بعض الولايات. الإعانات اللي قدمناها اليوم أعتقد أنها قليلة، هي فقط مجرد رد اعتبار، لأني أيضا في التوجه الجديد والاستراتيجية الجديدة للهلال الأحمر ما نقدروش نقدموا إعانات بطريقة عشوائية، حتى قلتها في جميع الولايات. مثلا بالنسبة لا رونتري سكولير، سي أون با لي تاي لي نون لي زاج تاع لي زونفون، أنا ما نقدرش نبعث 100 لبسة تاع 10 سنين مثلا، وهي عندي 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 50 طفل عنده 10 سنين والباقي تاع 6 سنين ولا تاع 8 سنين يقعدوا هكاك. إذا حنا حنغيروا، أكدت كذلك على الرقمنة، وهنا نتجه إلى
المتطوعين وإلى أيضا رئيس المكتب الولائي أن رقمنة الهلال الأحمر بالنسبة للمتطوعين المنخرطين وكذلك حتى للعائلات المحتاجة للعائلات المعوزة هو أمر مهم، لأن الأطفال هادم والعائلات هادم لازمنا نرافقوهم، لا نعمل بطريقة عشوائية. طفل اليوم اللي عنده 8 سنين غدوة حيكون عنده 9 سنين، بعد غدوة حيكون عنده 15 سنة، احتياجاته من اللي نعرفوه إلى أن يكبر رايحة تتغير، الوضعية تاع العائلات كذلك تتغير. إذا رقمنة الهلال الأحمر خصوصا مكتب ولاية تيزي وزو لأنه ما زالت تحديات كبيرة جدا هو أمر مهم. بالنسبة للمقر هو أولوية لدي إن شاء الله نحل المشكل، لأنه نيونس أنا أستاذ رشيد الهلال الأحمر عنده مقر، كاين هناك بعض المشاكل اللي حنحاولوا بقدر المستطاع ولنوعدكم بالله لازم تحل، الهلال الأحمر يستعيد المقر تاعو، وكذلك السلطات المحلية تعاوننا باش يكونوا عندنا مقرات أخرى في القريب العاجل. شباب الهلال على حبيت نأكد هنا على لا سيكسيون تاع شباب الهلال الاحمر الجزائري. اليوم عندنا مشكل في الهلال الاحمر الجزائري على ليشان ناسيونال، ما عندناش الشباب اقل من 26 سنه، لذلك ناكد بلي راهو عمليه الانخراط راهي انفتحت، لازم كل تعلموا بها الناس، لانه شباب الهلال يمثلون الهلال الاحمر الجزائري في العالم. سي اون اوبليغاسيون انه يكون عندنا شباب اقل من 26 سنه، لانهم يجب ان يحضروا في المحافل الدوليه لتمثيل الهلال الاحمر الجزائري. هناك العديد كذلك من التكوينات، ومن منبري هذا نقول لكم بلاه كاين تكوين حنطلقوه كذلك في ولايه تيزي وزو لي اون كومونيكاسيون كاريتاتيف، اون كومونيكاسيون تاع لي فولونتير هيومانيتير، سي تري سبيسيفيك، راح نطلقوه مع لجنة الصليب الأحمر الدولي كذلك. هناك الرقم الأخضر للهلال الأحمر الجزائري اللي لازمكم كذلك تعنوا عليه بالنسبة للعائلات، خصوصا أنه المناطق المنعزلة في تيزي وزو كثيرة، إذا يجب أن يكون الهلال الأحمر الجزائري إلى جانبهم. أكيد لازمنا نمدوا كذلك الهلال الأحمر لولاية تيزي وزو، وأنا هنا نعلن بلي رانا حنمدوه كذلك على الأقل بسيارة كخطوة أولى لكي يستطيع التنقل لبعض المناطق، وربما نزيدوا في قريب ان شاء الله نشوفوا ان فونكسيون دو بودجي ولي ريسورس تاعنا يمكن نروحوا كذلك الى سياره اخرى. هناك الكثير كذلك نعلن عليها من التكوينات، لذلك يجب اليوم انكم تكون عندكم اون بلاتفورم نيميريك تاع الهلال الاحمر في ولايه تيزي وزو، لانه لازم نعرفوا مستوى كل واحد نوجهوه للتكوين اللي يمكن انه يقدم فيه ان بلوس بور لو كرواسون روج الجيريان. لا ريجون مو جو لا كوني تري بيان أو ميليتانتيزم في النضال في العمل التطوعي في العمل الخيري تعتبر ليدر يا ريان ادير. اذا اليوم يجب فقط ان احنا كمقر وطني نقدموا لها الدعم اللازم باش نخرجوا النخبه كذلك من المتطوعين، لان النخبه هي التي تحدث الفارق. اذا نقول لكم بلي راهو الهلال الاحمر الجزائري ككل راهو في مرحله جديده، في مرحله بناء، في مرحله ريكونستركسيون ريسوليداريز تاعنا باش نقويو كذلك القواعد تاعنا. اذا مرحبا بالجميع، ولازم كل نتجه الى العمل كامل كما رانا نتجه الى العمل. ابناء الهلال الاحمر الجزائري هم اللي حيعاودوا يهيكلوا الهلال الاحمر الجزائري ويعاودوا يبنيوه مره جديده، بعيدا عن الديماغوجيه، بعيدا على جميع المشاكل اللي فاتت قبل. اليوم كاين عمل ميداني يستنى فينا، ومن اهم كذلك المشاريع اللي لازم نطلقوها في الصيف هذه واللي اتفقنا عليها حتى مع الصليب الاحمر الدولي، انه ان كومباني انتيسيباتيف بريفونتيف تاع لي فو دو فوري. نبداو بتنظيف الغابات، الهلال الاحمر الجزائري مع مختلف فواعل المجتمع المدني، وهنا نختم فرصه بما انه سيده مديره مركز الثقافه اللي هي عضو في المرصد الوطني للمجتمع المدني. الهلال الاحمر مع جميع الفواعل عليهم ان يعملوا اولا على اون اكسيون بريفونتيف لتفادي انه لو درام اللي صرا. كونت اون دي بريفونتيف اوسي اي ساجي با كو دو نيتواي لي فوري، كاين ايضا عمل كبير يجب ان نقوم به على مستوى الجمعيات، على مستوى التوعيه كذلك بامور كثيره اللي يعرفها القاصي والداني. نشكركم جميعا على الحضور، ونقول بلي راهو مرحبا به للاحمر لتيزي وزو العوده الى بيته من مره اخرى، وان شاء الله حنقوم بعمل كبير في هذه الولايه المجاهده، الولايه اللي قدمت الكثير للجزائر، واليوم دورنا احنا ان نقدموا لها ولو الشيء القليل. شكرا جزيلا.